بسم الله الرحمن الرحيم. المشاهدون الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في عدد جديد من مجلتكم فيض الوطن، وطن الأمان، وطن التقدم، وطن الازدهار. التحية لك وطني، وتحية لكم مشاهدينا أينما كنتم. تشاهدون في هذا العدد: وحدة تنفيذ السدود تبشر بمشروعات جديدة لحصاد المياه، استعراض الإنجازات في مشروع حصاد المياه ضمن لقاء الأستاذ حسب عبد الرحمن نائب رئيس الجمهورية مع وزير الموارد المائية والري والكهرباء وقيادات الوزارة، زيارة المكتبة الوطنية كأهم مشروعات التوثيق المقروء، قصة تردة الرهد كأهم المسطحات المائية في شمال كردفان. ترأس الأستاذ حسب محمد عبد الرحمن نائب رئيس الجمهورية بالقصر الجمهوري اجتماعا ضم وزير الموارد المائية والري والكهرباء الأستاذ محتز موسى وقيادات الوزارة في مجال حصاد المياه. شهد اللقاء استعراض لما تم إنجازه من مشروعات حصاد المياه وبرنامج زيرو عطش في ولاية غرب كردفان وجنوب دارفور والمعالجات المبذولة في توفير المياه تجاه المناطق المستهدفة. وتأتي هذه الحزمة من المشروعات ضمن التزام الوزارة في برنامج الألف يوم، وذلك لمكافحة العطش في الريف السوداني، حيث تستهدف الخطة إنجاز 7500 مشروع بحلول العام 2020. بخطى واثقة يمضي العمل في تنفيذ المزيد من مشروعات حصاد المياه، وذلك ضمن خطة زيرو عطش، وذلك في كل ولايات السودان، حيث شهدت الأيام القليلة الماضية طرح عطاء لتنفيذ 140 حفيراً بجانب 11 سداً لتمثل إضافة حقيقية لبرنامج حصاد المياه. إدارة المياه السطحية بوحدة تنفيذ السدود تسعى إلى تنفيذ المشروعات بعد أن أكملت دراستها ودخلت مرحلة العطاءات، حيث تتوزع المشروعات في كافة أنحاء السودان والتي تسهم في توطين النازحين في ولايات دارفور، إضافة إلى تحسين وتوسيع مواعين حصاد المياه. نظمت الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بوحدة تنفيذ السدود زيارة للمكتبة الوطنية، وذلك بغرض الوقوف على التجربة والاستفادة من ذلك في عمل مشترك يخدم الجانبين، خاصة أن وحدة تنفيذ السدود تمتلك إرشيفا كبيرا من التوثيق للمشروعات التي تم إنجازها والعديد من الكتب العلمية. نظمت الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بوحدة تنفيذ السدود زيارة للمكتبة الوطنية، وذلك بغرض الوقوف على التجربة والاستفادة من ذلك في عمل مشترك يخدم الجانبين، خاصة أن وحدة تنفيذ السدود تمتلك إرشيفا كبيرا من التوثيق للمشروعات التي تم إنجازها والعديد من الكتب العلمية. تأتي هذه الزيارة للأهمية الخاصة التي تميز المكتبة الوطنية باعتبارها أكبر الروافد الوطنية والثقافية ذات الأهمية الاستراتيجية. نعتقد أن الزيارة مفيدة للطرفين، لأن المكتبة الوطنية هي الخزانة الجامعة لكل أوعية المعلومات في السودان. والمكتبة الوطنية أنشأت عام 1999 وهي هيئة مستقلة بقانون مستقل، وتقوم بجمع الكتب والوثائق والدراسات الخاصة عن السودان أو التي ألفها سودانيون. تحتوي المكتبة الوطنية على 47932 عنوان. ونسبة لتقارب التجربة بين مركز المعلومات بوحدة تنفيذ السدود والمكتبة الوطنية في الأدوار المشتركة تأتي الأهمية هنا. حرصت وحدة تنفيذ السدود للقيام بزيارات للمراكز متخصصة داخل وخارج ولاية الخرطوم للاستفادة من تجربتهم في مجال الفهرسة والتصنيف والأرشفة الرقمية. كانت زيارتنا الأولى هذا العام وحسب الخطة السنوية للمكتبة الوطنية بالخرطوم، والحمد لله استفدنا من الإخوة بالمكتبة الوطنية في مجال الفهرسة، والمكتبة الوطنية من المكتبات الرائدة في مجال الفهرسة والتصنيف. استفدنا وتخلصت الزيارة والحمد لله بمذكرة تفاهم بيننا وبينهم إن شاء الله.
انتهت هذه الزيارة إلى ضرورة العمل المشترك ما بين الجانبين في مجالات عديدة. سعيدين جدا بهذه الزيارة، حيث تم مناقشة عدد من الموضوعات، أهمها التعاون بين المؤسستين، بين المكتبة الوطنية وبين وحدة تنفيذ السدود ممثلة في مركز المعلومات. تعرفنا على الوحدة أقسامها ومركز المعلومات برضو وأقسامه كلها، وإن شاء الله يعني حيتم تعاون وشراكة بين المؤسستين من أجل الارتقاء بخدمة المعلومات. إنه فصل الخريف في كردفان، أينما تجول ببصرك فلا يقع إلا على الخضرة والماء. ندعوكم جميعاً لزيارة أعظم تجمع لمياه الأمطار في ولاية شمال كردفان إلى مدينة الرهد أبو دكلة. الرهد هي إحدى مدن ولاية شمال كردفان ذات الأهمية الكبرى لما لها من مزايا اقتصادية واستراتيجية متعددة، حيث هي ملتقى لخط السكة الحديد الذي يربط ولايات وسط وشرق السودان بغربه، إلى جانب توفر عدد كبير جداً من المحاصيل المتنوعة. الرهد في لهجة أهل السودان تعني مركد الماء، وأطلق الاسم عليها لوجود بحيرة الماء حولها، وعرفت كذلك بالتردة في إشارة إلى مكان ورود الماء. ولنشأة هذه البحيرة فيها قصة. نحن الآن في موقع تردة الرهد، هي عبارة عن مسطح طبيعي يحوي على مياه الأمطار السنوية اللي هي بتهطل في ولاية شمال كردفان. فالروافد الأساسية بالنسبة لتردة الرهد اللي هي الخور المتقرقر والجويسر، بالإضافة إلى ترعة الجنزير. السعة التخزينية بالنسبة لتردة الرهد 40 مليون متر مكعب. المساحة الطولية بالنسبة للتردة 14 كيلومتر، عرض يتراوح ما بين 3 إلى 2 كيلومتر. الفوائد بالنسبة لتردة الرهد هي مياه الشرب بالنسبة للإنسان مدينة الرهد، بالإضافة إلى الزراعة بشقيها البستاني والخضري. أيضا في حدود الرهد توجد استزراع سمكي بالنسبة لمدينة الرهد، حتى يغطي حوجة مدينة الرهد وباقي الإنتاج من استزراع السمكي يسب إلى مدينة الأبيض. يلف مدينة الرهد جمال طبيعي بديع تكسوه الخضرة الكثيفة، ولذا أطلق عليها الرهد أبو دكنة. أصبحت تردة الرهد أو بحيرة الرهد وما حولها من جبال، خاصة جبل الداير والمنتجعات، أمكنة سياحية تجتذب الكثيرين إليها، وأصبحت رحلات القوارب تسهل كثيراً من الحركة فيها. تستخدم
كوسيلة حركة أو تواصل ما بين مدينة الرهد والقرى المجاورة. هو وسيلة أيضا وسيلة نقل وعمل سياحي، يعني هو ذاته أصلا يقدم كعمل سياحي في التردة، يتم عبر طريق اللينشات والمراكب الشراعية. نحن شغالين من قطع الركاب، شغالين سياحة حد الآن ساحلين في المياه القصيرة في المياه الطويلة في المعدية الغريب والشرك، بنحاول نقطع الركاب والسياحة برضو. تردة الرهد أو بحيرة الرهد تعد إضافة طبيعية كبرى لمصادر المياه بولاية شمال كردفان، وينتظر لها مستقبل واعد بالكثير. مشاهدينا، بكم ومعكم تصفحنا هذا العدد من مجلتكم فيض الوطن. لمزيد من المتابعة يرجى زيارة موقعنا على الإنترنت www.dio.gov.sd. لكم خالص تحياتي وتحيات الفريق العامل، إلى اللقاء.